مع بدء عملية التصدير من مصفات الزور تدخل المصفات السوق العالمي بتوفير منتجات نفطية عالية الجودة مطابقة للمواصفات العالمية والبيئية، وبذلك تلبي احتياجات الأسواق الأوروبية والآسيوية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. يعد انطلاق عمليات تصدير شحنات الوقود من الجزيرة الصناعية لمصفات الزور نقلة تاريخية تسجلها الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك بعد تدشين التشغيل التجاري للمصفات. اليوم تخطو كيبك خطوة تاريخية في تصدير أول شحنة من منتج الديزل منخفض الكبريت إلى الأسواق العالمية، وهي شحنة لتعبئة الباخرة ما يقارب 44 ألف طن من منتج الديزل المنخفض الكبريت، وهي أحد المنتجات العالية الجودة. وبذلك تعتبر مصفات الزور بدأت ودخلت السوق العالمي لتصدير المنتجات عالية الجودة المطلوبة حاليا في الأسواق العالمية. من الجزيرة الصناعية البعيدة نحو 17 كيلومترا عن موقع المصفات، وكبنا عملية تصدير أول شحنة متجهة إلى مملكة البحرين. وعلى الرغم من التحديات نجحت الشركة في تنفيذ استراتيجيتها وفق المدة الزمنية. هناك حاجة شديدة لمنتجات عالية الجودة في الأسواق الآسيوية والأسواق الأوروبية نتيجة الأحداث السياسية التي تشهدها القارة الأوروبية، وفي حال اكتمال التشغيل الكامل لمصفات الزور والطاقة الإنتاجية القصوى التي تبلغ 615 ألف برميل بإمكان المصفاة إنتاج ما يقارب 340 ألف برميل في اليوم. عمليات تكرير النفط هي من أكثر العمليات الحساسة كنوعية طبيعة عمل في التصنيع، فهناك مخاطر كبيرة تواجه العاملين، وإحنا ما شاء الله في شركة كيبك عندنا نخبة من العاملين الكويتيين اللي هم مهيئين جدا لتشغيل هذه المرافق، ولله الحمد نجحنا بجدارة في تشغيل أول مصفات اللي هي مصفات الزور في سعة قدرها 205 ألف برل. انطلاق عمليات التصدير تعتبره شركة كيبك إنجاز مهم سيفتح أمام المنتجات النفطية الكويتية أسواقا أوروبية وعالمية واعدة، ما يعزز المكانة الاقتصادية المرموقة لدولة الكويت كشريك استراتيجي. بانطلاق عمليات تصدير المشتقات النفطية من الجزيرة الصناعية تدشن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة عهدا جديدا يدعم القطاع النفطي وبالتالي الاقتصاد الوطني. من الجزيرة الصناعية لشركة كيبك، شيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.